في عده نقاط حاب اطرحها. اول نقطه اللي هو ابعاد الرواق اللي كان ملتصق بالمسجد وتم تقديمه وعمل ساحه ما بينه، زي ساحه ما بينه وبين المسجد. هذه النقطه الاولى. طبعا هذا بالنسبه لتخصص الحفاظ والترميم، تغيير في البليوم تاع المسجد. خلينا اطرح النقاط بعدين يعني نسمع منكم اذا تكرمتم. النقطه الثانيه، الاناره داخل المسجد جاءت بطريقه من الاعلى، غيرت الفكره التاريخيه والروح تاعت المسجد القديم. اصبح فراغ حديث كله مضاء باناره مشتته، طبعا على اساس عدم الابهار وكذا، لكن في امكانيه لحلول اخرى بحيث انه بس نحافظ على المهم انه نحافظ ايضا على الشكل وليس فقط على موضوع الاناره. طبعا تؤدي الى تغيير في الاتموسفير تاع المسجد، الاتموسفير تاعه والذاكره تاعته، الناس اللي كانت تصلي فيه بالاناره الجديده اتوقع انه راح يكون بالنسبه لهم شيء مختلف. ما راح يذكرهم بالمسجد التاريخي. المدخل الرئيسي اللي كان على الزاويه، اذا ما اخطات، الجنوبيه الشرقيه، وتم نقلها ما بين المسجد والاضافه الجديده. طبعا يعني تاريخيا متعارف انها موجوده. انا بتكلم من هذا لانه الريكونستراكشن لما يكون في معلم مهم زي هذا لابد انه نحافظ عليه كما كان. واكبر مثال، كثير من الامثله في ايطاليا وفي غيرها من بقاع العالم، مدينه بالكامل براغ بالحرب العالميه تدمرت وتم اعاده بنائها كما كانت بنفس المواد القديمه، لانها ذاكره للامه، لانها ذاكره للدوله. ما يستطيع الناس انها تتخلى عن هذه الذاكره. لذلك انا لما اتكلم من هذا المنطلق بتكلم من خلال مواثيق دوليه متعارف عليها، اتفاقيات لايكوموس واليونسكو والى اخرها، كلها بتاكد على ذلك. نقل المدخل الرئيسي، الواجهات بشكل عام للموقع كله، هل هي خارجة من الموقع بشكل عام، من المدينة بشكل عام، أم إنها شيء جديد يمت إلى ألفر آلتو مثلاً أو غيره من المصممين واللغات المعمارية الحديثة؟ يعني في موقع زي هذا يعني لابد إنه الإنسان يحاول، زي ما تفضلت، يعني إحنا لا نستنسخ الماضي، نستشف منه، نفهمه، لكن نبقى في روحه، لا نبتعد كثيراً عن اللغة المعمارية تاعت المكان. نقطة أخرى، أضرب مثال في إيطاليا مثلاً، في برج مدينة سان ماركو في إيطاليا، في فينيسيا في البندقية، انهار وعاد بناؤه كما كان في نفس المكان، لأنه هو هوية المدينة، وهذا الموقع هوية للمدينة، فلا بد أنه نكون جداً مراعين لهذا الموضوع. يعني في مباني تاريخية موجودة ضمن النسيج اللي أنتم أوجدتموه، للأسف الشديد هذه المباني تم تغطيتها بنفس الجدران اللي أنتم سويتوا فيها المبنى، الموقع كله. يعني المسجد الوحيد ماشي، بقي على واجهته الحقيقية مع إضافات جديدة عليه اليمين واليسار من الداخل، ومن الخارج طبعا ظاهرة. يعني تفرد المسجد الأصل أنه تكون هي، وأيضا المباني التاريخية يعني تم حياكتها داخل النسيج الجديد. ما عدت يعني حتى المبنى اللي في الزاوية حق المدرسة تم إضافة جدار وبركة مي حتى لا تشاهد القديم. على عكس، هو القديم اللي أنا أحتفي به، هو اللي أنا بظهره، هو اللي أنا بدي أظهره، بدي أقدمه للناس على أساس أنه هذا جزء من هذا التاريخ. تركيبات تراثية، يعني على كل، يعني هذه النقاط الأساسية. في نقاط أخرى لكن بكتفي بهذا القدر. مشكورين لسعة صدركم، وإن شاء الله أنه تكون فيها فائدة. يعني هذه التعليقات الهدف منها فعلا الخروج بشيء يفيد المدينة وذاكرة تاريخ المدينة. لو هذا المعلم مدينة في أحنا أخرى أوروبية، تأكد تماما ما راح يجري عليها التغييرات الضخمة ساعدتكم قمتوا فيها. مشكور لسماعك. شكرا لحضرتك دكتور جمال، ويعني الملحوظات اللي حضرتك قلتها كلها محل يعني تقدير واعتبار،
وبإذن الله يعني احنا كده يعني طبعا زي ما قلنا في جزئين، يعني في وجهات نظر مختلفة تجاه الأمور المتعلقة بأي عملية تصميم معماري، وسواء الاتجاهات مختلفة برضو لما يتعلق بالحفاظ على التراث وكده، ولكن النقاط بتاعت حضرتك اللي قلتها كلها أنا يعني كتبتها، وهنتدارس هذا الأمر، ولازم هناخد بالاعتبار وجهات النظر كلها ونتقبلها بصدر رحب جدا، وعذرا يمكن اللقاء كان يعني أغلق أو حاجة، فإحنا ما حبيناش نتعدى حدود منظمين اللقاء، لكن إحنا بنسعد بتلقي الآراء. أهلا وسهلا بحضرتك في أي لحظة. بالنسبة لجزء الواجهات في الجزء الجديد، يعني يمكن زي ما جه في وسط الشرح ان احنا حاولنا يعني نستلهم من اللوكيشن نفسه، من الموقع نفسه، من داخل المشروع، خامة البناء اللي كانت موجودة بداخله بالفعل، فحاولنا ان احنا نقرب منها. ما يتعلق بتحريك الرواق، يعني هي الواجهة ممكن تكون ظاهرة حاليا على الشاشة أمام حضرتك، والواجهة القديمة يعني هنلاقيها تقريبا فيها نوع من التطابق، ولكن مقدر الاختلاف وجهات النظر، وإن شاء الله ده هيدرس في المرحلة اللي جاية بإذن الله، في مرحلة الديزاين ديفلوبمنت. دكتور شريف لو عندك أي إضافة. هو واضح من الأسئلة إن دكتور جمال يعني في التخصص، مظبوط؟ دكتور جمال؟ دكتور جمال؟ اوكي طيب، فيعني طيب اي نعم يا استاذنا الكريم، نعم انا ايوه متخصص في هذا الموضوع وعضو في الايكوموس في تحليل تمام. وترميم المباني تمام. وعضو في نعم الانترناشونال كونسل مونومنتس اند سايتس الايكوموس، نعم عظيم، لليونسكو طيب. ايضا مستشار لليونسكو، نعم طيب، يعني انا هاخد من المعلومه ديت وهختصر جزء كبير جدا من الموضوع، واعيد يعني القراءه اللي حضرتك اكيد على درايه بيها واللي احنا يعني بصينا عليها بشكل متعمق جدا، هو راي المتخصصين في المسجد محل النقاش، تمام؟ فيعني المسجد محل النقاش في 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 التخصص، هو مسجد اعتباريا بالنسبة لمتخصصين ومثقفين العراق، مسجد يعني خليني أخذ التعبير إن هو بالنسبة لهم مسجد منتقد على وجوده، تمام؟ وبناء عليه احنا كان عندنا كفتين ميزان، يا إما إن احنا هنحط اعتبار لهذا الانتقاد ويبقى المسجد لازم يعاد بصياغة مختلفة تماما، أو إن احنا نحترم البيئة والذاكرة البصرية اللي المفروض إن هي تكون موجودة للمكان، وبناء عليه إن احنا نعيد المسجد كما كان بواجهاته الخارجية بكل الأورنمنتس اللي كانت موجودة في المسجد، بالتفاصيل اللي كانت موجودة في المسجد، وما تم تجميعه كاملا إن هو يعاد في مكانه. فده المنظور الأساسي، لكن حضرتك لا تختلف معايا إن لا شك إن في القرن 21 باحتياجات المدينة، باحتياجات الناس، بطريقة البناء، بتكنولوجيات البناء، بكل هذه المنظومة المعقدة والمركبة، إن إحنا ممكن نكون بنستفيد بيها، وإلا يبقى إحنا كمعماريين ليس لنا دور في إعادة الإعمار أو في إعادة البناء أو في إعادة الطرح، ولكن الرواية بتاعتنا والحدوتة بتاعتنا والقصة بتاعتنا تنبع من تلبية احتياجات جديدة ومتطلبات جديدة للمدينة وللناس وللمنطقة
ولإعادة الإعمار بشكل عام. فالفكرة مش في إعادة صياغة وجهات، إعادة صياغة وجهات يعني أنا ممكن أكون مش الشخص المناسب ولا حضرتك ولا أي حد متخصص، لكن ممكن يكون مقاول بناء يكون أمهر مني ومن حضرتك في إعادة تركيب الأجزاء كما كانت بالظبط. لكن الدور الحقيقي اللي المفروض إن إحنا نكون ملتزمين بيه، والجهات اللي حضرتك تفضلت بذكرها إن حضرتك جزء منها، هي تعي تماماً إن في فرق ما بين إعادة تجميع أجزاء البازل وتكوينها في اللوحة، على إعادة روح هذا البازل إن هو يدي الصورة الجديدة والمناسبة ولا ينتقص من الصورة اللي كانت عند الناس واللي الناس بتطلبها. فده جزء مهم جدا. إحنا يعني ده دور علينا. إذا كانت الناس كانت بتشتكي بشكل صريح من هي حراريا وبصريا غير مرتاحه في المكان، هل من الجائز ان احنا نعيد صياغه المكان بنفس صورته بنفس الشكوى اللي كانت موجوده بنفس المشاكل اللي كانت موجوده، ولا هيكون علينا دور؟ احنا نرى في وجهه نظرنا ان علينا دور، يعني وقد تكون وجهه نظرنا دي خاطئه، ولكن هي تزال وجهة نظر لها اعتبارها، ان احنا لينا دور في التدخل وفي التعامل وفي تحسين حياة الناس. احنا مش دورنا ان احنا نعيد الناس لما كانوا عليه بمشاكلهم وبألمهم وبمعاناتهم. اذا كان في مساحة من التدخل اللي تسمح بالتحسين فاكيد ده يكون مرحب بيه. فده المنظور اللي احنا تعاملنا فيه مع الاشياء. يعني فالمثال بتاع مدينه براك او برج سماركو في البندقيه امثله ممتازه، ولكن البعد التاريخي والبعد الثقافي والاجزاء اللي احنا بنتكلم عنها فيها مساحات مختلفه ومتباينه تماما عن المدينه. فأعتقد إن دوت يعني جزء من الموضوع رئيسي. إعادة صياغة المكان بشكل واضح أعتقد إن دوت بيحتم علينا نوع جديد من التهيئ للدخول والخروج من المكان والتعامل مع المكان، وبناء عليه إذا كان على الواجهة الجانبية فتم إعادة تركيبها بنفس شكلها وبنفس سياقها التاريخي في مكان يناسب التجمع الجديد. وده برضو شيء يعني سواء اليونسكو أو أي من الجهات المشتغلة بالتراث والحفاظ تعي دوت. أنا ممكن أكمل بس يعني على كلام دكتور شريف في نقطة لو تفضل. اتفضل. عايز بس أأكد على كلام الدكتور ان احنا يعني زي ما في امثله كان فيها اللي حصل ان تم ارجاع الذاكره البصريه زي ما هي بالظبط، في امثله كتير حصل فيها ان حصل شكل من الكونتراست، في امثله ثالثه حصل فيها شكل من الحفاظ على الانقاض مش على الصوره البصريه كمان اللي قبل الحرب. يعني في أمثلة اتحافظ على الأنقاض زي ما هي، يعني مثلا في حالتنا كده كنا هنحافظ على المسجد زي ما هو وهو متهدم وفاضل القبة مثلا ويحتفظ عليه بهذا الشكل. في أمثلة لكل واحدة من دول موجودة ومتطبقة وناجحة في السياق بتاعها. من الحاجات المهمة جدا الفيصلية في النقطة دي اللي بتحدد لك الاتجاه المناسب ان انت ممكن تاخده اكتر من الاتجاه التاني، وده دكتور جلال عبادة اتعرض له بشكل تفصيلي بشكل رائع، ممكن ابقى احيل البوست اللي كان كاتبه عن الموضوع ده. من النقط المحوريه في ده والفيصليه هي الناس نفسها عايزه ايه، اهل المكان عايزين ايه، وده كان من المحركات الرئيسيه بالنسبه لنا ان احنا ادينا توجه وادينا جرأه في مساحه ان احنا ممكن نحافظ على الذاكره البصريه للمكان بس نغير في التجربه الداخليه شويه، ان الناس نفسها بتاعت اهل الموصل في الاستفتاء او السيرفي اللي كانت عمل الناس كانت متقبلة، يعني كانت 70% من أهل الموصل من التعيينة اللي اتعملت معاها السيرفي كانوا عايزين المسجد يرجع زي ما كان، بس
مع بعض التحسينات عندهم قابلية ان هم يشوفوا تحسينات في المسجد، بينما 26% بس اللي كانوا عايزين المسجد زي ما هو بالظبط، انا بتكلم عن المسجد مش عن المنارة، 26% بس اللي كانوا عايزين المسجد زي ما هو بحذافيره. دي حاجة اكيد شجعتنا، ودي حاجة بتدي فيصل في اتجاه هو اهل المكان عندهم استعداد ان هم يشوفوا تغيير، ولا هم عايزين الحاجة تبكل. فأمثلة زي مثلا روتردام في هولندا، كان الناس عايزين يشوفوا كانوا منفتحين ان هم عايزين يشوفوا تجربه مختلفه خالص. في مثال زي فتعمل حاجه فيها كونتراست مع القديم، وتعمل حاجه مودرن. في مثال زي وورسو في بولندا، لا الناس كانت التوجه الاكثر بتاع الناس ان هم لا عايزين يشوفوا الصوره البصريه نفسها بالظبط، فالتوجه هناك كان الانسب ان هم عملوا استنساخ للقديم. فبالتالي يعني الموضوع مش ما فيهوش صح وغلط، هو يعني في كل المدارس وفي كل الاتجاهات، وكل الاتجاهات عليها امثله متطبقه، هو بس مجرد ان انت بتشوف ايه الانسب في الحاله اللي انت فيها بس. اتفضل. الو، ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اسمي ماجد يوسف، انا استاذ مشارك في جامعه بيروت العربيه في لبنان. الحقيقه انا بهنيكم جدا على الموضوع ده، وعلى المقترح التصميمي اللي حضراتكم قدمتموه. انا بس عايز اقول حاجه، عشان انا عارف ان الموضوع ده فيه اشكاليه كبيره جدا. انا في طالب دكتوراه معانا هنا حاضر هذا الميتنج، لسه حالا يعني عارض الفكره بتاعت الدكتوراه بتاعته، وان شاء الله هيبقى سوبرفيجن بين لبنان وفرنسا على الاجابه على هذا السؤال. في المدن اللي هي البوست تروماتيك سيتيز، او اللي بيحصل لها صدمه او حرب او بيحصل لها قصف او الكلام ده، وبيتمسح جزء كبير جدا من المباني بتاعتها والايدنتيتي بتاعها، ازاي احنا نقدر نقترح أفكار تصميمية ومفاهيم فلسفية جديدة تقدر إنها تعمل توازن إكوليبريم ما بين الجديد والتكنولوجي والمستقبل والتصورات المستقبلية والاحتياجات اللي احنا محتاجينها في العصر الحالي، وما بين القديم والصورة البصرية اللي كانت موجودة والايدنتيتي سواء التانجبل أو الانتانجبل؟ فالحقيقة انتوا قدمتوا مدخل مهم جدا جدا، اللي هو التوازن، ازاي نقدر نخلق التوازن واكوليبريم ما بين القديم والجديد. فعشان كده انا سعيد جدا جدا بيكم الحقيقه، وفعلا فعلا الف مبروك. شكرا لحضرتك. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. يعني احنا بنشكر حضراتكم، ويعني سعداء بهذا التواصل، ونتمنى ان احنا يعني نكون على تواصل مع حضراتكم جميعا، وخاصه يعني اهلنا في العراق اللي ممكن يعني احنا حريصين من ساعه اعلان النتيجه على الاستماع لكل الآراء اللي كانت حوالين المسابقة سواء بالسلب أو الإيجاب. ويعني يمكن من الحاجات اللي احنا بنقعد نذاكرها وبنعملها إن كل المحاضرات والأفكار واللقاءات اللي بتتعمل بنسمعها وبناخد نوتس بكل الحاجات اللي بتتقال. ويعني المسابقة هي الفكرة الأولية للمشروع والفكرة الأولى للمشروع. نتمنى ان احنا يعني الحمد لله زي ما وفقنا في المرحله الاولى، ان الخطوات الجايه يعني تثمر عن عمل ناجح ومشاركه حقيقيه وعماره تحترم الناس وتحترم الكونتكست والسياقات التاريخيه والثقافيه والاجتماعيه اللي موجوده في المكان. ويعني نتمنى من حضراتكم يعني المساندة بالآراء والأفكار اللي ممكن إن هي تطور وتساهم في تطوير المشروع. فيعني شكرا لحضراتكم، وشكرا للاستضافة اليوم، يعني شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتور شريف، وشكرا جدا لفريق العمل. المسهرة كانت جميلة ومفيدة جدا، وألف شكر، وإن شاء الله يعني مزيد من الفوز في الأيام القادمة بإذن الله. ألف شكر حضرتك. شكرا جزيلا. صباح الخير.